إفطار رمضاني خارج المألوف لا يعكس ترف عيش أو حب ورود ما هو غريب، وإنما واقع أفرزته آلة حرب نظام الأسد. هنا في ريفي إدلب وحلب وجد آلاف النازحين أنفسهم أمام تراجيديا جديدة، إفطار على أنقاض منازلهم المدمرة. حبينا نجمع أهل الضيعة بإفطار جماعي، وبنفس الوقت لحتى نفرجي صورة للعالم إنه كفى النوران رجعت، والريف حلب الغربي جزء منه كبير رجع رغم القصف والنزوح اللي صار من حوالي شهرين. منظمو الإفطار الجماعي اعتبروه فرصة لتعزيز روح التضامن بين النازحين، فهذه المناطق شهدت موجات نزوح كبيرة وحملات قصف شرسة شنها النظام على مدى أشهر. قمنا بحفل إطعام إفطار صائم لأهلنا في قرية كفا النوران لإيصال رسالة للعالم أنه نحن بقيانين في هالبلد، بقيانين هون برغم أنه مئات البيوت مدمرة. هي عبارة عن وحدة التآخي بين أهالي القرية بعد هالدمار اللي حصل نتيجة استهداف الطيران الحربي الروسي الغاشم على هذه القرية. الإفطار الجماعي كان أبرز طقوس الشهر الفضيل في المساجد السورية، لكن الدمار الذي أصاب أعدادا كبيرة منها جراء استهدافها من قبل النظام اضطر الأهالي إلى الاستعاضة عنها بأحياء المدن رغم المخاطر التي قد تنتج عن أي خروقات للنظام وحلفائه. أبو طالب العبدالله، تي آر تي عربي.